بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ابن عيد منتقي مباشره من عمله حي الحسن عين الشوق، وحزبك التوجه عند الابطال ديالنا اخوان فرح الجمعيه البيضاويه، وضمن فدا المسابقه ديال مدينه ديال اركانه وتحت اتحاد عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق فدا الموسم. اخوان ديالنا اخوان فرح كيديكلاريو بواحد الحمامه في توقيت جيد بالنسبه لهذه المسابقه ديال مدينه ديال اركانه، ونخليو الاخوان ديالنا فرح ولا غادي يقولنا واش كان حاضر الحمامه باش جات ولا وكيفاش الطريقه اللي استعملوها باش تدخل الحمامه باش ديكلاري بين الاوائل في الجمعيه البيضاويه. السلام عليكم الاخ بالعيد، مرحبا بك عندنا، دار كبير هذا الزيت زرتينا فيه. كيف كتعرف المطلق كان قاصح شويه بالنسبه للجو، كان حار بزاف لدرجه ان الحمام تعطل، ما بين كاين ديكالاج ما بين الاولى والثانيه وفرق كبير، والحمد لله حنا كنتمنى نكونوا من الاوائل ان شاء الله في هذه المسابقه، والله يسخر لكاع الموالي، ونتمنوا الحظوظ كاع الموالي اللي مشاركين في الاتحاد، والله يسخر الجميع. والحمامه حضرتي لها باش جات؟ وي ضروري بالعيد نحضروا. ودخلت بشي سهوله ولا؟ لا بقينا معها شي صعوبه، لدرجه ان شحال حنا كان داروا بها باش تدخل للسجنة وهذا، وتسنى وجات مخلوعه واحد شويه مرتبكه، يوم من بعد سهل الله ودخلنا وديكلارينا. الحمد لله، مبروك عليكم ومبروك عليكم في هذه المسابقه ديال مدينه ديال اركانه وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق فداء الموسم. ونشوفوا الاخ ديالك فرح عبد الحق، تا هو تنظيم الاخوان فرح عبد الحق، شي كلمه وكيفاش استقبلتي الحمامه كنتي حاضر مع الاخ ديالك؟ كنا حاضرين اخ بالعيد انا والاخ باكير، خذت الحمامه في وقت زوين ولكن ضيعت واحد الوقت حاجه دقائق ديال ما بين ديكلاراسيون اللي ضيعت، جات هي في وقت 28 ديكلاراسيون 30 30 حد ديكلاريتو. كلشي زوين والحمد لله، الحمامه كي تشوف راه صغيره بزاف، الحمد لله انت كتشوف وكما تشاهدوا الشريكين وكما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي الحمامه الاولى المعلن عند الاخوان فرح عن الجمعيه البيضاويه، والله يسخر لهم وفي توقيت جيد الله يوفق. والاخ فرح كيف كتشوف هذه المسابقه ديال مدينه ديال اركانه اللي كانت كارثيه بعض الاحيان على حساب المناخ، كان في شويه ديال الحراره، وكيفاش تمكنتوا من الديكلاراسيون بهذه الحمامه هذه؟ خويا بالعيد هذه الحمامه هذه هما اصلا في هذا الجو كتجي به مزيان، ثلاث سنين تاع الديكلاراسيون. واش ثلاث سنين تاع الديكلاراسيون ام نزل في كارطونه وحده تقدر بهرا صلاح راه دريس راه ازوري تا عارف الحمد لله. واش السلاله في هذه الحمامه الاخرى؟ هذه فيها سبيريت ولامبريغت. لومبريغ سبيريت اومبريغ سبيريت اومبريغ. مزيان، مبروك عليكم الاخ عبد الحق، وكما كتشاهدوا معنا في الصوره هذا هو اللوف الخارجي بالنسبه لهذ الابطال ديالنا اخوان فرح عن الجمعيه البيضاويه وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وكيتواجد معنا هنا واحد الاخ نعمان ديال كازا نعمان، الاخ عادل مره كيتواجد مع الاخوه ديالنا اخوان فرح، مره كيتواجد معاهم في عمليه الكونترول، ونخليو اللي يعطينا شي كلمه في حق الاخوان فرح. السلام عليكم، كنقول لك السلام كاع المرعيه وهاد الناس هادو اصدقاء ديالي، وكنحضر معاهم حضرت معاهم شي جوج منطلق ضمن منافسه السرعه، وكنشد بان هاد الناس هادو كيوقع لهم شي جمرات، وقع لهم ان الحمام ديالهم كيدخل بكري وكيكون عندهم مشاكل في ديكلاراسيون، ان الحمام كيجي مثلا كيتعطل واحد 3 دقائق. انا اللي حضرت واحد الحمامه كانت جات بكري واحد العام، المهم العام اللي فات كانت جات بقات عندهم هنا شي قسمين، هما كيديروا لها باش تدخلوا. المهم ديما من سوء الحظ اللي كيوقعوا فيه هو هذا المشكل هذا. وزيدوا كنتمنوا لهم انهم مثلا يديروا واحد الكوستاتور ولا هذا باش يوليوا ايفيتيو هذا المشاكل هذا، وكنوجهوا واحد الرساله للمسؤولين انهم يديروا واحد الثمن شويه باش يتعاونوا مع هاد الملعية مثلا يديروا الكوستاتور على حساب الكوستاتور، هذا مشكل. المهم انا واخا كنحسب راسي ملعي، المهم ماشي ملعي من بعيد، عندي هاد العشق هذا ديال تربية الحمام وحمام السباق بالاخص، حمام السباق
كان كيعجبني هذا السبور هذا، وكنتمنى التوفيق لكاع المولعيه الحمد لله. ومره مره كتحضر معاهم في عمليه ديال الديكلاراسيون ضمن الجمعيه البيضاويه. اللي كنا نتعاون مع كنا نديروا بعض المرات كندير لهم الحمام لونطريمون، وهذه كان حتى انا كنبغي ندخل راسي في هذا السبور هذا ان شاء الله. وكنتمناو لك التوفيق بالمساعده ديال هاد الاخوه كتحضر معاهم مره مره في ديكلاراسيون ان شاء الله. وتنشكروك بزاف وتنشكرك على الحضور ديالك. الله يجازيك بخير في عمليه الكونترول عند هاد الاخوان ديالنا، اخوان فرح ابطال جمعيه البيضاويه لحمام السباق وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. ولا باس ما ندير واحد الاطلاله في اللوفت كما كتشاهدوا معنا، هذا هو اللوفت خارجي بالنسبه للابطال ديالنا اخوان فرح موفق. هذا اللوفت بالنسبه للاناث لوفت جيد والله يوفق عليه. كما كتشاهدوا معنا الحمام قليل ولكن من السلالات الجيده عند الابطال هادو، ابطال اخوان فرح ابطال جمعيه البيضاويه وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. ونشاهدوا اللوفت الثاني بالنسبه للذكور، وكما كتشاهدوا معنا في الصوره هذا هو اللوفت بالنسبه للذكور. حمام قليل الاخوان ديالنا لاعبين حمام قليل ومن السلالات الجيده والله يوفق عليهم. لوفت متواضع على قد الحال والله يوفق عليهم، ولكن الحمام من السلالات الجيده كما كتشاهدوا معنا في الصوره. هذه هي الحمامه المعلنه هنا عند ابطال اخوان فرح ابطال الجمعيه البيضاويه وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. والله يسخر لهم كما كتشاهدوا معنا. هادو هما ابطال ديالنا اخوان فرح ابطال الجمعيه البيضاويه لحمام السباق وضمن عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق 2015. ومجهود الكبير لهاد الاخوان هادو باش يعلنوا باول حمامه في هذا الحي، هذا حي الاسره بعيشو وضمن جمعيه البيضاويه لحمام السباق. وكما كتشاهدوا معنا الاخوان ديالنا راهم خدامين مزيان والله يوفق لهم باقي المسابقات المتبقيه السنه القادمه وضمن هذا الموسم. وماكينه داكشي اللي كاين واللوفت المتواضع ديال الاخوان ديالنا والله يوفق لهم والله يسخر. وبالاسم ديالي بالعيد منتقي الناطق الرسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق نستودعكم الله، وإلى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله ومع بطل آخر. إلى اللقاء.